طيب تعالوا نروح لتونس مرة أخرى وزميلنا كريم أحمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. بجد تحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهورنا العظيم كابتننا الكبار، بنبارك لفريق النادي الاهلي الحقيقه يمكن انطلاقه جيده للجميع، الحقيقه للجهاز الفني للاعبين ايضا كمان للموسم، مجهود كبير بذل، تحضيرات كانت على اعلى مستوى الحقيقه، مباراه الوديه وايضا كمان في القاهره، ومنذ وصولنا ايضا هنا بنبارك لفريق النادي الاهلي، لكن معنا الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم جدا وهي البدايه قويه، البدايه بتدي رساله للجميع زي ما احنا عارفين يا كابتن سامي، الكل قال مباراه صعبه، مباراه الاتحاد المنستيري عنده اداء عنده جماهيريه شعبيه، لكن الروح والشخصيه الكبيره جدا حسمت المباراه في اخر دقيقه. حابب تقول النهارده بعد كده؟ طبعا تحياتي للكابتن ايمن وضيوفه، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، مبروك الجهاز الفني، اللعيبه على المجهود دوت، زي ما انت قلت استعداد مناسب جدا للبطوله، فترات راحه اللعيبه اخذتها الحمد لله، رجعت بقى بفتره اعداد بقى لنا حوالي 3 سنين او 4 سنين اول مره يعني نمر بالفتره ديت، اعتقد ادينا بشكل كويس واللعيبه ادتها بشكل كويس من خلال برضو 3 مباريات انهينا بيهم فتره الاعداد واستعدينا للمباراه. طبعا اعتقد النهارده كان شكلنا كويس وبدايه كويسه، طبعا ما وصلناش للتوب فورم ودي حاجه طبيعيه، لكن بدايه مهمه جدا اللي انت تثبت للناس انت اكبر نادي في افريقيا محقق البطوله 3 مواسم ورا بعض، بتوصل مباراه نهائيه، يمكن حققنا بطولتين واخفقنا في البطوله الثالثه، يمكن برده كان في اخفاق محلي، فكان مهم جدا ان احنا نراجع حساباتنا تانية كمنظومه كلها يعني. فاعتقد الحمد لله برده ثقه كبيره للراجل اللي هو يبدا بفوز خارج ارضه في توقيت محبوب لجماهير النادي الاهلي، وعارف يعني ايه شخصيه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، الاصرار لحد اخر دقيقه، فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره ان شاء الله نقدر نبني عليها الفتره الجايه باذن الله. المباراه انتهت، شوط اول انتهى، عندنا شوط ثاني ان شاء الله نحسم بيه، لكن بشكل عام الاتحاد المنستيري شفته ازاي؟ فرقه مميزه جدا لسه ليها تحضير كمان يا كابتن سامي على ما اعتقد بشكل كبير على المنصه. طبعا فرقه مميزه يعني، هم برضو تاني الدوري التونسي، انت عارف قوه الدوري التونسي ان هم تفوقوا على فرق كبيره زي الافريقي والصفاقس والنجم وحققوا المركز الثاني بعد الترجي في اخر مباراه، فاعتقد فرقه مميزه، مدربهم برضو مدرب كان وفاق الصيف قبل كده وعنده خبرات في افريقيا وعارف النادي الاهلي كويس وعارف امكانياته وقدراته، ففرقه مميزه ان انت برضو تحقق الفوز عليها في ارضها دي حاجه مهمه، لكن زي ما انت قلت هي خطوه لسه ما كملتش الخطوه الثانيه، ان شاء الله نستعد برضو بنفس الشكل عشان تدينا برضو استعداد كويس لسواء مباراه الدوري او مباراه السوبر، فاعتقد الحمد لله يا ربنا يكرم بس ويبقى نفس الاداء نفس الروح دوت، الاداء لسه ما وصلناش طبعا للتوب فورم دي حاجه طبيعيه يعني، لكن اعتقد بدايه مبشره ان شاء الله للراجل واللعيبه ان شاء الله اللي ترجع تاخد ثقه ثانيه والجمهور يرجع ثقته في اللعيبه ثانيه، لان اللعيبه دي برضو ما ننساش اللي هي ادت حاجات كتيره قبل كده يعني، اعتقد ان هم برضو في حاجه للدعم ثاني، وده جمهور النادي الاهلي دايما ورا جمهوره ورا ادارته ورا جهازه، فاعتقد ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نمشي في الطريق المناسب وان شاء الله نحقق لهم ان شاء الله كل الحاجات اللي احنا فقدناها الموسم اللي فات. شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان، وايضا كمان كل الشكر والتقدير للعيبه النادي الاهلي، مجهود كبير جدا، الحسم في الدقائق الاخيره ده بيدل على الشخصيه، قلنا كابتن ايمن اللي هيحسم هذه المباراه شخصيه وروح النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين قطعنا شوط وقطعنا خطوه مهمه جدا في الشوط الاول زي ما قلنا في تونس، يتبقى لنا مباراه اخرى بعنوان بقى مرتفعه وبرغبه ثانيه خالص بالنسبه طبعا للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه.